السلام عليكم، تقبلوا خالص التحايا. تعد الأسماك أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها لتعزيز صحتك، فهي غنية بالبروتين والمغذيات الدقيقة من ضمنها اليود والدهون الصحية، ولكن هناك أنواع منها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق أو مركري التي قد تسبب أمراض خطيرة من ضمنها المشاكل العصبية، وبالذات للأطفال والأجنة. ماذا؟ هذه الحلقة سوف نحضرها لهذا الموضوع الدقيق الحساس والذي لا يلقى له بالا. لكن قبل البدء أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعد الزئبق من المعادن الثقيلة الموجودة بشكل طبيعي في الهواء والماء والتربة، كما يتم إطلاقه في البيئة من خلال العمليات الصناعية مثل حرق الفحم أو الأحداث الطبيعية كالانفجارات. يتركز في أجسام الأسماك والمحار زئبق، يكون في كثير من الأحيان في شكل ميثايل الزئبق، وهو أحد مركبات الزئبق العضوية شديدة السمية. ويعد ميثيل الزئبق أو الميثيل مركري من المركبات التي قد تسبب مشكلات صحية خطيرة على المدى الطويل، والتي منها قد يصيب ويؤثر على كل من الدماغ أو القلب. وقد ثبت أن منتبجات الأسماك تحتوي على كميات متفاوتة من المعادن الثقيلة، ولا سيما الزئبق والملوثات التي تذوب في الدهون ليبتسليبول والناتجة عن تلوث المياه. وتحتوي أنواع الأسماك والتي تكون معمرة وعلى رأس السلسلة الغذائية مثل المارلين والتونة والقرش وسمك أبو سيف والماركيل الملكي الكينج ماركيل وسمك الذيل خليج المكسيك والبابيك الشمالي النورث بيك والسلمون المرقط الليكتروت على تركيزات زئبقية أعلى من الأنواع الأخرى. تحتوي أسماك الذيل الموجودة وسط المحيط الأطلسي على مستويات أقل من الزئبق، وتعتبر آمنة للأكل بشكل معتدل. يعتبر استهلاك الأسماك إلى حد بعيد من أهم مصدر للتعرض للزئبق لدى البشر والحيوانات. ويوجد الزئبق أو ميثايل الزئبق أو ميثايل ميركري بتركيزات صغيرة جدا في مياه البحر، ومع ذلك يتم امتصاصه عادة كميثايل الزئبق بواسطة الطحالب في بداية السلسلة الغذائية الأدنى، ثم تؤكل من هذه الطحالب من قبل الأسماك وغيرها من الكائنات الحية الموجودة في المستويات أعلى من السلسلة الغذائية. وتمتص الأسماك بكفاءة ميثايل الزئبق، ولكنها تفرزه ببطء شديد. يشار إلى أن ميثايل الزئبق أو الميثايل المركري ليس قابلا للذوبان، وبالتالي يتعذر إفرازه، وإنما يتراكم وبشكل أساسي في الأحشاء، على الرغم من أنه يتراكم أيضا في الأنسجة العضلية، وهذا يؤدي إلى التراكم الإحيائي للزئبق في أي من الأجزاء النامية في الأنسجة الدهنية الأديبوس تيشوز ذات المستويات الغذائية المتتالية مثل العوالق الحيوانية والسوابح الصغيرة والأسماك الأكبر حجما وما إلى ذلك. وكلما كانت هذه الأسماك أكبر حجما زاد امتصاصها للزئبق. وأي شيء يأكل هذه الأسماك ضمن السلسلة الغذائية مثل الأسماك التي تأكل التونة بشكل كبير والتي تملك 0.001 من الزئبق، وهو بحد ذاته يسبب صداع وأرق وضعف في الرؤية وفقدان الذاكرة، فإنه يستهلك أيضا المستوى الأعلى من الزئبق المتراكم فيها. وتفسر هذه العملية السبب وراء كون الأسماك المفترسة مثل أسماك أبو سيف أو الأسماك سياف البحر أو القرش أو الماركيل الملكي الكينج ماركيل وسمكة الذيل سمكة خليج المكسيك والبايك الشمالي نورث بايك والسلمون المرقط الليكتروت أو الطيور مثل العقاب والنسور تتمتع بتركيزات من الزئبق أعلى في أنسجتها.
والتي تتعرض لها الأسماك مباشرة. ومؤخرا كان للتركيز العالي للزئبق في المأكولات البحرية علاقة بالوفاء الجماعية لثعالب القطب الشمالي، ويمكن للأنواع الموجودة بالسلسلة الغذائية تجميع تركيزات الزئبق إلى ما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالأنواع التي تستهلك الزئبق، وتسمى هذه العملية التضخم الإحيائي. على سبيل المثال تحتوي الرنجة على مستويات زئبق تبلغ حوالي 0.01 جزء من المليون بارت اوف مليون، في حين يحتوي القرش على مستويات زئبق أعلى 1 جزء من المليون بارت بير مليون. حذرت الدراسات، وآخرها دراسة نشرتها مجلة نيتشر في 7 أغسطس 2019 من أن ارتفاع درجة الحرارة المحيطات يسبب ظاهرة الاحترار الحراري، الاحترار العالمي، وارتفاع والتغيرات الغذائية الناتجة عن الإفراط في صيد الأسماك يؤديان إلى زيادة نسبة ميثايل الزئبق السام في المأكولات البحرية، مثل زيادة نسبة زيادة أسماك القد والتونة الزرقاء الزعائف الأطلسية وسمك أبو سيف. وقد نور باحثون في جامعة هارفارد الأمريكية نموذجا فريدا من نوعه يحاكي كيفية تأثير العوامل البيئية بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة مياه البحر والصيد الجائر على مستويات ميثايل الزئبق، وقد حدد في الأسماك. ووجد الباحثون أنه في حين نجح تنظيم الانبعاثات الزئبق في خفض مستويات ميثايل الزئبق في الأسماك، فإن درجات الحرارة المرتفعة تدفع هذه المستويات نحو الزيادة، مما يتوقع أن تؤدي دورا رئيسيا في رفع مستويات ميثايل الزئبق في الحياة البحرية في المستقبل. وهنا الخطورة، وتنجم انطلاقات الزئبق في البيئة بصورة أساسية على النشاط البشري، خصوصا من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ونظم التدفئة السكنية ومحارق النفايات ونتيجة لتعدين الزئبق والذهب ومعادن أخرى. وبمجرد وجوده في البيئة يتحول عنصر الزئبق بشكل طبيعي إلى ميثايل الزئبق الذي يتراكم بيولوجيا في الأسماك والمحار وله آثار سامة على الجهاز العصبي. وتحتوي بعض الأسماك والمحارات على مستويات عالية من ميثايل الزئبق، فقد تلحق الضرر بأدمغة الجنين والأطفال الرضع والنساء الحوامل عند الإفراط في تناولها، وقد يؤدي إلى إصابة الجنين بمرض المايكروسيفالي أو الصقل أو صغر الرأس بقياس المسافة حول قامة الرأس، بحيث يكون القياس تحت المعدل الطبيعي لعمر الشخص وجنسه، وذلك بالاعتماد على المخططات القياسية المجرمين. وتكمن الآلية السمية العصبية لميثايل الزئبق، وبعد التعرض لميثايل الزئبق أو الميثايل مركري وعندما يصل إلى الدماغ ويضاد مستقبلات الدوبامين D1 والD2 ومستقبلات M1 والM2 المسكرينية من الأسيتيلكولين، وينشط النشاط التحفيزي ويثبط النشاط التحفيزي لإنزيم الجليتوميك أسيد دي كايبوكسيليز والذي يحول الجليتومات إلى جابا جاما أمينوبيوتريك أسيد. كما يزيد الميثايل مركري أيضا من إطلاق الجليتومات وينتج عن التأثير الكلي خلل بواسطة النواقل العصبية النيوروترانسميتر وزيادة الإجهاد التأكسدي والنيترولي، مما يؤدي إلى مظاهر سمية عصبية. لذلك تنصح إدارة الغذاء والدواء الفود دراج أمريكان أدمينستريشن أو الـ FDA ووكالة حماية البيئة الـ EPA النساء الحوامل المرضعات وأيضا الأطفال الصغار بتجنب بعض أنواع الأسماك عالية الزئبق. وقد يعاني البالغين المصابين بتسمم بالزئبق في الأسماك من هذه الأعراض التالية: مواجهة بعض الصعوبات في السمع والنطق، ضعف في العضلات، فقدان الأعصاب من اليدين والوجه، مشكلات في المشي، مشكلات في الرؤية، وبعض حالات الاكتئاب الشديد وانفصام الشخصية والميل نحو الانتحار. وتتمثل أعراض تسمم الرضع والأطفال الصغار الذين يتعرضون لمستويات عالية من الزئبق فيما يأتي، والتي ناتجة عن بعض الضمور العصبي.
صعوبة في التعلم، ضعف المهارات الحركية، أيضا تأخر في الكلام والتنمية، مشكلات في النظر. إذن فما الحل؟ سيساعدنا اتباع هذه النصائح على زيادة استفادتك من فوائد الأسماك من البروتينات والدهون الصحية كالأوميغا 3 واليود، مع التقليل من مخاطر التعرض للزئبق في الأسماك والتي تتمثل كما فيما يلي: تجنب تناول سمك القرش أو سمك أبو سيف أو سمك المارجيل الملكي أو التيلفيش، فهي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق وخاصة الحوامل والمرضعات. تناول ما يصل إلى 120 جرام من السمك في الأسبوع، والتأكد من اختيار الأنواع التي تحتوي على نسبة قليلة من الزئبق. ينصح بتناول الروبيان وسمك التونة المعلب، وذلك لاحتوائها على نسب منخفضة من الزئبق. يجب التأكد من مصدر الأسماك التي تشتريها والتي تصطادها العائلة أو الأصدقاء من أي مكان آخر، والأنهار والمناطق الساحلية القريبة. وكلما كان حجم السمك أصغر أو كان السمك يتناول النباتات كلما كان أفضل. يجب أن تقلل من تناول السوشي، فمعظم لفائف السوشي الشعبية مصنوعة من الأسماك التي تحتوي على كمية مرتفعة من الزئبق. يفضل تناول الأسماك في وجبة الإفطار البريكفاست، حيث أن امتصاص البروتين يكون أعلى في وجبة الإفطار أو عند الاستيقاظ من النوم، لأن الاستيقاظ من النوم تسمى وجبة الإفطار، وهو يذوب في الماء، واليود أكثر إذابة في الماء، ولذلك يكون امتصاص اليود أفضل من امتصاص الزئبق، حيث يمتص الزئبق في وسط دهني، وهذا يكون في وجبة الغداء، حيث أن امتصاص الدهون في وجبة الغداء أعلى، ولذلك تقلل من مخاطر امتصاص الزئبق على حساب اليود الذي يذوب في الماء. هذا ما أردنا تسريطه لكم من أجل تعزيز الثقافة الغذائية، ولكم خالص شكري وتقديري، ولا تنسونا من اللايكات ومشاركة الفيديو ليصل إلى أكبر قدر ممكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.